هيدا الفريق بلش بفكرة. أنا لما كنت أعلم ببيروت بمدرسة لذوي الحاجات الخاصة، طلعت عندي فكرة، شفت قديش عندهم قدرات هائلة، بس هني بحاجة لشوية إمكانيات لنسلط الضوء شوي عليهم. فرجعت جيت على النبطية وشفت إنه ما في هيدي الإمكانيات، ما في حدا، مع إنه في كتير ناس بحاجة لإلنا. وبالصدفة شفت كرسي من هالكراسي الموجودين مثل هول اللي وراي بملعب بالنبطية، ففتشت على صاحبها قلت مين ممكن يجي عم يلعب باسكت بهيدي هالكرسي. طلع عبد الله ياسين. السلام عليكم، أنا اسمي عبد الله ياسين، شاب عمري 20 سنة، عم بدرس كمبيوتر ساينس من جامعة فينيسيا. رياضي بلعب كرة السلة لكراسي متحركة بفريق سبينرز، هو أول فريق بالنبطية بكرة السلة كراسي متحركة. قلت له شو بدنا؟ لشو نحن بحاجة؟ قام قال لي المشكلة هي بالكراسي الخاصة لهيدي اللعبة. فصرنا عم نفتش على مصدر نجيب هيدي الكراسي. وصلنا آخر شيء لجمعية بطرابلس، جمعية طرابلس لرعاية المعوقين، وعرونا الكراسي لمدة سنة. نحن عم نفتش هلا على حدا يساعدنا حتى نستمر بهيدا الفريق إن شاء الله. أول شيء كرة السلة الكراسي المتحركة ما بتفرق بالمضمون عن الكرة السلة العادية، لأنه الأولين هي ذات اللعبة، هي ذات التحكيم، بس بيختلف من موضوع الكراسي، واللي هو الفرق الكبير بالموضوع أنه عندنا الكراسي إلى سيستام خاص، إلى قوانين خاصة، بالإضافة إلى أنه كل شخص من ذوي الحاجات الخاصة عم يلعب هذه اللعبة له تصنيف معين. يعني أنا بتصنيفي 1.5، عندي تصنيف من 1 لـ 4.5 حسب الإعاقة. مجموع اللاعبين على الملعب لازم يكون 14 كرمال هيدا عملوها بالقانون الدولي، كرمال يكون ما يكون في تفاوت كبير بالاعاقات، يعني يكون حدا عنده اعاقه احسن من حدا. لا، الفريق الخمسه عنده الخمسه بوجهن. انا بطمح هذا الفريق يوصل اول شيء يجيب بطوله لبنان، اكيد بطمح انه يجي ممولين لحتى نشارك بطولات خارجيه اللي بتنعمل بغرب اسيا وباسيا. نحن عم نتمرن اسبوعيا، عم نتمرن بشكل جدي، وعم نحسب حساب لكل شيء ممكن يجي لعنا. الحمد لله أول شيء على تأسيس هذا الفريق. بشكر كل حدا ممكن يقامي بهذا الفريق ويدعم هذا الفريق، لأنه عن جد صدقوني نحن حنوصل لمطرح معنا.